السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال. في هذا الفيديو ده غتشوفوا معايا الثلاثية بالعقيق. هي هذه أنا خدمتها هنايا، كتشوف الخدمة ديال العقيق بحال هكا، هي الملاقية ديال العقيق، ولا تهبط كامل على الجلابة ولا تهبط في نص الطوق. فاش كنخدمو نص الطوق بالعقيق تنهبطوها تنكملوها بالثلاثية. بحال أنا هنايا خدمة بالعقيق، كنكمل هنا الثلاثية بالعقيق بنفس العقيق باش خدمت هنايا كنكملها. على بركة الله غادي نبدا. اول حاجة غادي ندير بين الغرز، غادي نخدم نهبط الخدمة ديالي، غادي نشد بحال هكا، غادي نعاود نشد هنا في الثوب، غادي نعاود نهبط خيط هكا من تحت يدي، نعاود نشد فهاد الغرزة اللي ما بين الاولى والثانية. وغادي نعاود ندور الخيط هكا وانا شاده من هنا، غنشد هنا، هاد الغرزة هذه. هنا خدمت واحد جوج ثلاثة، ثلاثة ديال الغرزات، وغادي نشد في الجهة المقابلة ديال الثوب، وهكا الخيط داير. غادي نعاود نطلع الخيط فوق يدي ونشد في هاد الغرزة هادي اللي بقات ليا من هاد السطر الثاني. نعاود نهبط الخيط هكا من تحت يدي، نعاود نشد في الثوب، غادي نخدم واحد جوج ثلاثة. دابا غادي هاد السطر هذا اللي مشيت به باش درت ثلاثة ديال الغرزات، وهاد السطر اللي رجعت، دابا غادي نعاود نشد في الثوب ونهبط الخيط من تحت يدي بحال هكا. غادي نخدم ثاني واحد جوج، غادي نركب عقيقة. غادي نحاول نهبط نحاول نقدر هكا بيدي، واحد جوج نهبط شوية، يعني نخلي واحد القدر ديال غرزة واحدة، ونخدم غرزة في الثوب وندور الخيط من فوق يدي ونشد هنا. دابا انا درت هنا غرزة، غادي نعاود نرجع هنايا وغادي نشد واحد جوج، وغادي نشد في الثوب، وغادي نشد وحدة تاني هنا، وغادي نركب دابا نركب عقيقة الثانية.
وغادي نشد هكا وغادي نحاول تاني نهز ما بين هادي وهادي. هي راه ما كايناش الغرزه ولكن انا غادي نحاول نهزها وغنشد في التوب. هنخدم واحد جوج وغادي نركب تاني العقيقة. انا هنا درت لكم بجوج عقيقة، تقدروا ديروا عقيقة واحدة من الجهة اللي اختاريتو من الجهة اللي بغيتو. غادي نعاود تاني نهبط واحد جوج. فاش كتخدموها صافي كتعودوا شحال كتخليو غير في الاول، حاولوا تبقاو تقدروا هكا بقدر واحد غرزة وتخليو. هنخدم هنايا خدمت هنا غرزة، غادي نعاود نرجع هنا نشد واحد جوج ونشد في التوب ونخدم واحد ونركب عقيقة. نشد هنا كنشد في الخيط قبل ما قبل الغرزة، كنشد في هذا الخيط هذا وكنحاول هنا بحال نبعد هادي هاد الغرزة هادي باش نهز من تحتها. هي هاد الغرزة ما كايناش ولكن ضروري نهزوها. كنشد في التوب كنعاود نخدم تاني واحد جوج ونشد في الجهة الأخرى ديال التوب. نركب عقيقة بعدا نسيتها. وغنهبط تاني هنا غنشد وغادي ندير غرزة ونشد هنا. هاد الوسطاني ما كنديرش فيه العقيقة لحقاش هذا غليظ شوية، ما يجيوش ثلاثة العقيقة، تيجيو مراكبين. احسن تجي وحده في الطرف وحده في الطرف، ولا كانت كبيره اكثر من هكا تجي غير وحده في جهه وحده. اختاروا يا اما تركبوا هنا يا اما هنايا. هنا جبت خيط جديد انا الخيط دائما كنساليه فوق الخدمه، ما كنبغيش نساليه فوق التوب، كيجي فوق التوب كتجي الخدمه معربزه كتجي مراكبه، كنساليه هنا فوق الخدمه ما كيجيش باين. وكنبقى جرى هذا الخيط كنخدم عليه شي جوج غرزات ولا ثلاثه وكنعاود ندفنو ورا الخدمه. انا كنخدم انا بواحد البرا رقيقه بزاف ديال العقيق، غير هاد العقيق اللي عندي العوينه ديالو شويه ضيقه يعني كتجي صعيبه في الخدمه. هي ديال العقيقه الرقيقه والخيط على ثلاثه شويه كتجي صعيبه في الخدمه. بنفس الطريقة غادي نكمل وغادي نعاود نركب العقيقة ونعاود نشد في هاد الشيء ديال التوب. هي كي كتجي
لاطول ديال الجلابه ختمت انا. كندير جوج عقيق، ها هما كيجيو هنا العقيقات مقابلين، هنا مقابلين هنا مقابلين، كتجي الخدمه زوينه، كتجي الخدمه زوينه بها بالعقيق. وكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله.